إذا افترضنا بأنها تزوجت وارتحلت عن وطنها مع زوجها، انتقلت مع زوجها إلى بلد آخر، يعني هذا الارتحال والزوجية لا يعني أن أعرضت عن وطنها الأصلي. الزوجية لا تعني الإعراض. لهذا السبب إذا رجعت إلى بيت أهلها لأنه كان وطنا لها فتصلي تماما، إلا إذا حصل إعراض. ما هو الإعراض؟ الإعراض أنه لا تحتمل أن تسكن فيه حتى في المستقبل، هذا هو الإعراض، وهذا لا يتحقق بمجرد الزوجية. يعني هم ربما يتصور المرأة أنها تزوجت خلاص، يعني حياتها انتقلت إلى مكان آخر تماما، يعني طيب هناك احتمال أصبح وطن الزوج هو موطنها، يعني احتمال أن تقنع يوما ما الزوج فيسكن معها في بيت أهلها. يعني نعم يحدث هذا أحيانا، ممكن أن يحصل مثلا طلاق، ممكن أن يحصل فراق، نعم، بموت ومشاكل ذلك، فتعود وتسكن مرة أخرى في وطنها السابق. لهذا السبب الزوجية لا تعني الإعراض عن الوطن الأصلي.